بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. الواقع اللي انت بتتكلم عنه ده انا رفضه. المؤمن يا ابني إذا راضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق. الشارع بتاعنا ده شارع طاهر، كفاية ان في ناس زي الأستاذ رضوان دنيا والشيخ خلف بيعلمونا الدين صح. المجتمع اللي انت جاي منه ده كله مجتمع كافر، واللي بيسكت عنه يبقى كافر زيه. لازم انزل واشتغل واسعي عشان اخلي الواد الغلبان ده مش محتاج حاجة ابدا. الست الحرة ملهاش غير شرفها وسمعتها. ده انت طلعت حكاية زغرات يا اللي انت سمعانا. يا لهوي، خليكي واثقة في المولى عز وجل، ما بيسيبش حد ابدا. انا يعني في مليون مشكلة واقفة بيني وبين المشاعر دي. لازم نعرف ايه الحكايه، هيكون متورط في مشكله والمفروض ان احنا نقف جنبه. يعني عايزين يسيب بابي في الحاله اللي هو فيها وافضل ساكته وحاطه ايدي على خدي؟ من حق ان ولادي يقعدوا معايا، يبقوا تحت عيني. الموضوع فعلا يستدعي القلق. هما الاول كده بيعملوا فيها رجاله، اصلهم بيدربوهم على الثبات وادعاء البطوله والمناوره، لكن في الاخر كله بينخر. لابد من المواجهه بكل قوه وكل حسم. أمرك لا ترد يا مولانا. معتادي وبيحارب الدين؟ أيوه بيحارب الدين. ما تفوقوا بقى وتبعدوا غباءكم ده عن دماغكم ودماغنا. طول عمري ما برتاحش لعبد الجبار ده. ربنا ينتقم منه. نفسي أشوف اللي عملوه في حبل المشنقة. أنا حاسة برضه إن خطرهم زاد قوي، يعني عرفوا عننا كل الأسرار. والله أعلم بيخططوا لإيه. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جاهزين؟ ليلة واحدة يا سيدي المعلمين، وأكون جايب لك النهاية. الخائن رضوان دنيا سيكون ثمن غاليا، وستدفعه من دمك ودم اقرب المقربين اليك. بطلت الزكاة علي يا حضرة الضابط. الظاهر كل الكلام اللي اتقال عن الراجل ده كان غلط، الظاهر احنا اللي كنا غلط.